أي أزمة اقتصادية محتاجة أفكار بره الصندوق، وإحنا أمام نقص دولاري واضح في مصر، وعشان كده لازم نقدم أفكار ومقترحات من خلالها نقدر نتجاوز الأزمة دي، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة. إيه هو المقترح؟ وهل الحكومة نفذته ولا لسه؟ يلا بينا نعرف. بانكير، نبض البنوك. فاكرين من فترة لما اقترحنا اننا ننفذ فكرة ان مصر تحاول تتجنب مسألة صرف الدولار وتستبدل ده بالمقايضة؟ طب وليه لا؟ لما تكون دولة ما عندهاش وفرة في الدولارات وفي نفس الوقت محتاجة يكون عندها تبادل تجاري نشط، ايه المشكلة لما الدولة المصدرة تاخد من الدولة المستوردة بضاعة بدل الفلوس؟ وعلشان اللي مش عارف يعرف، فنظام المقايضة يعتبر أحد أساليب التجارة القديمة، واللي بيتم من خلالها تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات تانية من غير استخدام وسيلة تبادل زي الفلوس. طب ويا ترى مصر فكرت بره الصندوق وبدات في تنفيذ موضوع المقايضه ده؟ الاجابه هي ايوه، بدات في تنفيذ الفكره دي وشغال عليها بالفعل. وفي الوقت الحالي مصر مثلا على سبيل المثال بتحاول تستورد من الخارج عن طريق نظام المقايضه اللي قلنا عليه. مصر تعتبر تاني اكبر مشتري للشاي من كينيا، وبدل ما مصر تشتري كميه هائله للشاي من كينيا بالدولار، فالحكومه المصريه اقترحت عدم الاعتماد على حصيلتها الدولاريه، وبدلا من ذلك تقترح المقايضه كبديل، وده اللي اكدت عليه وكاله بلومبرج أخبار. طبعا مصر بدأت تنتهج النهج ده في ظل ندرة الدولار عندها وفي العديد من دول العالم، والخطة المطروحة للتنفيذ في السياق ده هو أن يتم مقايضة الشاي بأي شيء مصر بتنتجه. وبالمناسبة في مشروع المقايضة برضو كان مطروح ما بين مصر والهند لما كنا في حاجة لاستيراد كميات من القمح، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. السفير المصري في كينيا أكد أنه طرح مسألة المقايضة لسعر الشاي بأي منتج مصري تقدر تصدره لكينيا، وقال بالنص المسؤولين في كينيا تعالوا خدوا في المقابل اللي انتوا عايزينه مقابل سعر الشاي. وبالمناسبة كينيا في الوقت الحالي بتشهد انخفاض في قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 18%، بينما انخفض الجنيه المصري بنسبة 20% خلال نفس الفترة. وطالما مصر بتعتبر تاني أكبر مشتري للشاي من كينيا بعد باكستان، فكينيا جديا هتعمل على تنفيذ مطالب مصر لأنها في حاجة ماسة لسلع ومنتجات، ومصر بالفعل تقدر تقدم. طبعا مصر محتاجة تفعل نظام المقايضة ده بشكل واسع، خاصة انه في الاونة الاخيرة البلد بتعاني من قلة العملة الصعبة، وبالتالي ده اوان تنفيذ افكار برا الصندوق. انا اشرفة اشرف، والى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.